بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إيه أعزائي الطلبة في هذا الدرس إن شاء الله وهو الدرس الثاني من محاضرات Data Structure and Algorithm الخوارزميات وتراكيب البيانات إيه سنتطرق في هذا الدرس إن شاء الله إلى موضوع المصفوفة محاور هذه المحاضرة بداية سنتعرف ما هو المقصود بالمصفوفة وكيف يتم تعريفها والاعلان عنها باستخدام لغه الجافا ايضا هناك انواع للمصفوفات وكيفيه استخدامها والعمليات التي تتم على المصفوفات وايضا سنتطرق الى الجانب العملي من هذا المساق باستخدام النت بينز او كليبس فلنبدا على بركه الله ونبدا بتعريف المصفوفه ما هي المصفوفه هي عباره عن طريق لتخزين البيانات من نوع واحد ذات حجم محدد يتم تحديده من بداية تكون من بداية تكوين المصفوفة يعني كيف؟ أول حاجة بيانات من نوع واحد ما بنفع المصفوفة يكون فيها أكثر من داتا تايب ما بنفع تكون تحتوي على سترينج في كل عنصر مع نمبر أو كاركتر مع نمبر فقط نوع واحد من البيانات حجم محدد بتعرف قديش الحجم تبعه يعني حجم الداتا تايب اللي موجود لها محدد ويتم تعريف حجم المصفوفة تمام قبل الران تايب إذا هذا إيش بنقول عنها نوعها static data type static static data type وأيضا static ايه data structure تمام ايه ايضا هناك انواع للمصفوفه، المصفوفه من حيث انه التركيبه تبعتها تتكون من مصفوفات ذات بعد واحد بسموها one-dimensional array ومصفوفات ذات بعدين two-dimensional array سنتع... سنتعرف بدايه على النوع الاول اللي هو one dimension ذات البعد الواحد ذات البعد الواحد زي ما احنا شايفين انه في عندنا بيانات بالشكل هذا تخزن بشكل تسلسلي سيكونس تسلسلي ورا بعض اذا هذه عباره عن نوع بيانات بنسميه لينير خطي ايش يعني خطي يعني يتم قراءه البيانات داخل هيكل البيانات بشكل تسلسلي وخطي عند الاعلان عن مصفوفه معينه ففي عندنا اسمها هذه اسم الاري ممكن نسميها اي واسمها الرين. الارقام اللي تحت هذول بسموهم اندكس فهرسه لمكان تخزين او قيمه التخزين اللي موجوده داخل الاريه عاده بسموهم عنوان العنصر عنوان العنصر كم عنصر فيها هذه بيبدا من صفر ل 10 اذا فيها 11 عنصر 11 عنصر تمام 11 اللي هو صفر يعد عنصر و10 تمام اللي بيصير 0 زائد 10 زائد 1 ل 11 عنصر عند الاعلان عن المصفوفه او تعريف المصفوفه تتم تعريفها بالشكل هذا انه احنا بنحط نوع البيانات هنا ايش نوع البيانات انتجر اسم المصفوفه ايه بنحط قوسين بالشكل هذا يساوي افتح قوس بالشكل هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا هذه المصفوفة عبارة عن مصفوفة أحدية وح آه, ذات بعد واحد وان دايمنشن تتكون من كم عنصر من أربع عناصر تمام انواعهم انتجر هذه المصفوفه بي تتكون من عنصرين نوعهم كاركتر عند ما نحط كاركتر بنحط سنجل كوتيشن اللي هو هذه اللي موجوده هنا في الجافا يتم تعريف المصفوفه بتحديد نوع البيانات التي تقوم بتخزينها تمام بعد ذلك تقوم بتحديد اسم المصفوفه والذي ستتعامل معه فيما بعد واخيرا تضع ايه اللي هو القوسين هذول طبعا في طريقتين اما انه انت بتعرف مصفوفه في البدايه من ثم بتروح بتدي لها قيمه بتعملها انيشياليزيشن يعني بتروح بتدي لها قيمه او فاليوز اللي موجوده يعني بتحدد العناصر اللي موجوده داخل المصفوفه هذا بسموه انيشياليزيشن تكوين المصفوفه لو عندنا المصفوفه يتم حجزها في الذاكره بطريقه متسلسله زي ما انت شايف هي الذاكره إذا عناصر المصفوفة بيتم حجزهم طريقة متسلسلة. طيب فمثلاً إذا قمت بتحديد حجم المصفوفة 6 بايت سوف يقوم بحجز 6 بايت في الذاكرة. وفي الذاكرة يعني الـ 6 بايت هذول بيكونوا وراء بعض. ولكن إن تريد حجز مصفوفة بحجم 10 بايت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وذاكرتك لا يوجد فيها مساحه بحجم 10 بايت متسلسله، ندير بنا على النقطه هذه، لازم ال 10 بايت في قلب الذاكره يبقوا فاضيين. فان فاذا لم تستطيع تكوين هذه المصفوفه. نرجع نوضح الكلمتين هذول، هذا المكان نفترض انه الذاكره المنطقه البيضاء هذه والاخضر هذه عباره عن مكان اريد حجزه للمصفوفه. لو انا بدي عشرة أحجز لها 10 عناصر فهذا المكان متاح لانه جميع العناصر الموجوده عناوينها في الذاكره متسلسله والمكان في الذاكره فارغ يعني قابل انك انت تحجز فيه قيمه لكن هين اللون الاحمر معنى معناها انه محجوز لو انت اردت تحجز المكان هذا في الذاكره وتاخذ منه 10 بايت زي ما احنا بنقول فبنقدرش لانه ما فيش عندي 10 بايت على فرض انه كل مربع بياخذ 1 بايت فيش 10 بايت ورا بعض متكررين بتسلسل معين بالترتيب معين تمام بعد هيك للاعلان عن المصفوفه برجع بقول انه انا هي عندي مصفوفه اسمها ان اري هذا اسم المصفوفه هذول القيم الفاليوز بقول عنهم هذول بسموهم اندكس او فهرس المصفوفه عنوان عنوان المصفوفه طبعا عن إيه هنا هنا عناوين ببدا من صفر لحديت ايش؟ اربعه في لغه البرمجه جافا. وعشان نتعامل مع المصفوفه بنتعامل معها من اسمها واللي هو ايه؟ بيأشر على اول عنصر فيها. إيه طبعا ممكن تحديد المصفوفه بدون عمل انيشاليزيشن الها وممكن تحديد المصفوفه بعمل انيشاليزيشن الها، يعني كيف؟ يعني ممكن انا اكتب انتجر ان اري فاضي هيك واحط سيمي كولون وممكن انا احط انتجر ان اري بيساوي نيو انتجر خمسه انه انا احجز لها خمسه بعد هيك بعد هيك ممكن اديها قيمه الخمس عناصر هدول تعريف المصفوفه وتعطيها القيم لاحقا تعريف المصفوفه وتعطيها القيم مباشره عن التعريف يعني هذولا انا القيمه هذه انا حجزت اري هذا حجزت اري باسمها ان اري لكن مش معروف حجمها لكن بعد هيك انا رحت اديتها نوع البيانات انه قديش حجمها خمسه من نفس النوع من نوع انتجار ممكن انا ادي القيم هذه كلها او ممكن اقراهم قراءة مثال عملي احنا هنا عندنا المين كلاس مين مين ميثود في كلاس المين ميثود في الكلاس الها بيجن ولها اند حطيت انتجر ان اري بيساوي نيو انتجر 5 معناها انه انا بقدر احجز مصفوفه مكونه من خمس عناصر من نوع انتجر فانا رحت اديت انت يعني في المكان الاول طلع معايا في المكان الاول اللي هو عنوانه صفر اللي في الاري هي يروح على العنوان صفر وضعت فيه القيمة 100 العنوان واحد وضعت 200 وهكذا لحديت 500 عشان اطبع القيم اللي موجوده هنا ما بقدر اصلهم مباشره بصلهم عن طريق عنوان العنوان انا عنواني في الذاكره اسم المصفوفه ان اري عنوان العنصر بتروح لي على ان اري صفر بيديك العنصر هذا ان اري واحد بيديك وهكذا نقطه مهمه حتطرق لها بالجانب العملي انه انا ممكن اجري العمليات على العناوين هذه يعني انا ممكن اقول صفر زائد واحد بصير ايش؟ عنوان رقم واحد، ممكن اقول 3 ناقص 5، يعني هذه العناوين قابلة لعمليات حسابية. انا حاطط خط احمر هنا بقول لك انتر ات اندكس 0 او اندكس وات ايفر اري 5 طيب روح لي على اري 5 هنا في عندي عنوان اسمه اري 5 مش موجود فهذا بطلع لي ايرور او اكسبشن معروف عندنا ايش اسمه اوت اوف اندكس برا الاندكس انت طالع برا اندكس المصفوفه اللي موجوده عندك وهذا يجب ان ايه الانتباه له بشكل جيد العمليات على المصفوفه عشان ندخل المصفوفة ممكن ندخلها بالشكل هذا. عشان اطبع عناصر المصفوفة عادة ممكن اطبعهم عنصر عنصر زي ما انا شفت هيك، لكن لاحظ انه معايا ال ال قيمة ال ال الجملة هذه system.out.println 0. هي نفسها كل الجمل لكن الاختلاف وين؟ في الرقم هذا. اذا انا بدل ما اكرر طباعتهم انا ممكن استخدم فور لوب دوران. وامشيه من قيمه صفر واكبر قيمه تبقى عنده ايش؟ اربعه لو اجيت لخمسه بقى اوت اوف ايش؟ اوت اوف اندكس فهين باجي انا بقول لي انه عندي فور لوب من صفر الريد دوت لينكس هذا كلاس جاهز او مثل جاهزه انا بستخدمه وبجيب اللينكس تبع ايش برجع هذا؟ برجع طول المصفوفه طول المصفوفه هاي لي ايش؟ اقل من خمسه واي زائد زائد حيمشي عليهم اول واحد وثاني واحد وثالث واحد وهكذا الطريقه الثانيه انه انا ممكن عناصر المصفوفه هدول اقراهم قراءه من من المستخدم من الكي وورد كيف في عندي لابره اسمها سكانر ممكن استخدم سكانر بقول امبورت يوتيليتيز دوت سكانر السكانر هذا عادي زي كانه ماسح بمسح الاشي ايش بده يمسح؟ بده يستقبل اللي من عندك شيء، طيب ايش يستقبل؟ عرفنا المصفوفه قلت سكانر اخذت منه انستنت اسمه انبوت الانبوت من سكانر نفس نوع بيساوي نيو سكانر بياخذ من السيستم دوت ان، ايش يعني سيستم دوت ان؟ يعني من النظام عندي اللي هي الكي وورد اللي عندي لوحه المفاتيح بياخذ منه ان طيب ايش نوع الان اللي انت بدك اياه؟ هو بتحدد من نفس نوع الانبوت اللي انت بدك اياه كيف يعني؟ يعني لو انا في العنصر رقم صفر بدي اخزن انبوت دوت انت ايش يعني نيكست انت؟ يعني خد من عندي الحرف الرقم ما دام انتجر نيكست انتجر بياخذ انتجر كل هذول بقرن انتجر نيكست كاركتر نيكست سترينج هذول بنتعرف عليهم ان شاء الله من خلال العملي وبنوضحهم عشان انت تعرف تدخل قيم للرام من او للذاكره او للمصفوفه من خلال لوحه المفاتيح والطباعه بشكل سهل زي ما حكينا عنها انفا استخدام الفور لوب للدوران احنا برضه بنحكي هنا دوران كيف واحدة واحدة ايه طباعة عناصر مصفوفة من خمس عناصر ايه طبعا احنا بدل ما نقرا عنصر عنصر زي ما احنا هنا كتبنا عنصر عنصر طبعا زي ما انت شايف هنا 0 1 2 3 4 هذول انا ممكن أط... يعني اقراهم من خلال array، من خلال فور لوب تمام اللي هي الفور لوب الموجوده عندي هنا نلاحظ معانا هنا في عندي فور لوب هذه هذه الفور لوب الأولانية تمام وهي البادي بتاعها البادي بتاعها هو هذا البلوك يعني كبلوك وهي الفور لوب الثانية والبادي إيه؟ تبعها اللي هو البلوك هذا يعني. مش هينزل يكمل مرة واحدة إلا لما نخلص هذا بعدين ايش بنتقل لهان وبخلص الـ 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 الميثود اللي موجودة اللي مين المين الميثود اللي موجودة عندي تمام فاول اشي بديت انا من ك صفر وكي طب انا ليش حطيت كي هنا واي هنا؟ ليش ما حطيت اي واي؟ بصير عندي حاجه بسموها عدم شفافيه، يعني ميز بينهم عشان انت تعرف تتعامل معاهم تمام؟ اذا عشان اقرا مصفوفه بحتاج فور لوب وعشان اطبع مصفوفه بحتاج فور لوب، الفور لوب الاولانيه حتبدا تمر على عناوين الذاكره وتخزن فيها الفاليوز اللي انت بدك تحطها والفور لوب الثاني حتلف على عناوين الذاكره وتاخذ القيم من المصفوفه وتطبع لك اياها على الشاشه فاحنا عرفنا سكانر اسمه انبوت بيساوي نيو سكانر بياخذ من السيستم هذه الجمله احفظها زي ما هي حاليا هذه لمين لادخال من السيستم قراءه من الكيورد نوع السكانر نوع الانبوت خليه انتجر بدايه فعندي Next انتجر كل مره هيقرا منك نيكس 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 عبين انت ايه ما تاخذ كل القيم الموجوده عندك بالنسبه للمصفوفات ذات ايه البعدين نشوف التسجيل على سيره انه احنا ما نطولش ايه بالمحاضره تمام إيه على السريع المصفوفات ذات البعدين تعريف مصفوفه ذات بعدين يوجد طريقتين تعريف المصفوفه واعطيها قيم او تعريف المصفوفه وتعطيها القيم مباشره عن تعريف زي ما قلنا في الون دايمشن نفسه المصفوفة ذات البعدين شبيهة كثيرا بالمصفوفة ذات البعد الواحد الفرق بينهم انك للوصول الى عنصر في مصفوفة ذات البعدين يجب انك تحدد اندكس من مين بدن بعدين اذا في عندي صف وعمود في الاولانية كانت صف واحد او عمود واحد تمام هنا صف مع عمود نشوف كيف هذه بتكون موجودة طلع معايا عشان تعرف مصفوفة ذات بعدين فاحنا صرنا نستخدم القوسين هدول بدل قوس واحد اثنين سميناها ماتريكس نيو انتجر ثلاثة وخمسة، إيش يعني ثلاثة وخمسة؟ إنه بتتكون من ثلاث سطور وخمس أعمدة. إحنا قمنا عملنا مصفوفة نفس نوعها انتجر ممكن من سترينج ممكن من دبل ممكن من فلوت. لكن بتتكون من ثلاث صفوف وخمس أعمدة، يعني إيش ثلاث صفوف وخمس أعمدة؟ بالشكل هذا. هي صف هي صف صفين ثلاثة ثلاث سطور وخمس أعمدة، هي عمود، عمودين، ثلاثة، أربعة، خمسة. والترقيم بيبدأ من صفر نفس الحاجة إذا عندي انتجر ماتريكس 3 في 5 3 صف عمود صف عمود تمام والقيم اللي هنا لازم تكون نوعها من نوع ايش يا شباب من نوع انتجر حسب ما انت عرفت هي هنا تمام نرجع بنقول هنا عدد الاعمدة وهنا عدد الصفوف الصف زي ما انت شايف هو عبارة عن ماتريكس او مصفوفة ذات اتجاه واحد بيسموها one dimension والماتريكس واحد والماتريكس اثنين يعني ممكن تتعامل معاهم بالشكل هذا الماتريكس الاولى والثانيه والثالثه لكن عشان توصل للعنصر هذا ايش بدك تروح بتروح انا يصير عندي انا صفر وصفر هذا العنصر صفر واحد صفر واثنين صفر وثلاثة وصفر وأربعة اللي هي العناصر هذا هذا ايش بيكون العنصر؟ عبارة عن أربعة وأربعة وهذا بسموه دايجونال اللي هو مين؟ المحور تبعها وهذا المحور العكسي تمام؟ حنتعامل معها ان شاء الله لاحقا. هيك بنكون احنا شرحنا كيف نتعامل مع المصفوفات وايش هي المصفوفه وايش المصفوفه ذات اتجاه واحد وايش المصفوفه ذات بعدين او ذات اتجاهين. الان بننتقل ان شاء الله في الدرس القادم الى التعامل العملي مع المصفوفات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.